السلام عليكم استاذ نصير شم العزيز. شوف صاحبك الهور صار بي باور باع القاع صار قاع باور. هذا هور الحويزه اللي قاعدنا بيه انا وياك استاذ جاسم الاثلي صار قاع باور. استاذ نصير ما ظل بالمكان غير هذا الممر، هذا الممر ما بقى غيره هذا، واحنا حاطين هاي القصبات تشوفها هاي القصبات بس حتى نقلل الزوارة، امشي منها بصف القصبة وارجع منها بصف القصبة على مو شيء واحد فقط، حتى هو يحفر والورا يحفر حتى يتجمع المي بس بهذا المكان، لان نقدر نمشي بعد بس بهذا المكان. شوف شوف طيور قاعدة على القاع، طيور قاعدة على القاع، على القاع مو على المي. شوف الطير واقف على رجليه ما قاعد يطافي على المي، يعني يا ريت لانه هذا ادرج على اليونسكو على لائحه التراث العالمي. يا ريت لو ساعدنا استاذ نصير، يا ريت هاي مناشده لك، يا ريت لو تقدر تساعدنا بانه نضغط على الحكومه العراقيه. نعرف ماكو مي، نعرف بس تحويل المي بدل ان يطلع قبل للبصره يمر على الحويزه ويطلع البصره، حتى بس هذا المكان ترجع به الحياه. ترى مع الاسف والله مع الاسف يصير هيك، املنا بيك كبير ان شاء الله. ممنون.